في الكواليس ان حسن يسري من كتر ما بيحبني ممكن يحطني مثلا في منتخب الدنمارك، بيحبني قوي، علاقه طيبه دايما. انا كنت بشوفها مش مع حسن يسري بس بالمناسبه، بشوفها مع روبي كمان. ليه العلاقه دي دايما مختلفه مع حسن يسري وروبي؟ يعني حسن يسري وروبي بجد يعني بالنسبه لي اخواتي الكبار، فعلا 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 اخواتي الكبار. هما الاثنين احتضنوني من يعني من 2002 2003. انا ابتديت ادخل منتخب اول ونادي الزمالك درجه اولى في 2004 و2005، لكن في المنتخب الاول خليني اقول لك ان انا من 2002 و2003 كنت بتجمع في المنتخب الاول. لا فعلا اخواتي يعني هما اللي هما كانوا دايما في ظهري، اللي هما دايما بيقولوا لي الصح ايه الغلط ايه. حتى انا ما كنتش بتكلم يعني اقل التفاصيل، خلينا نتكلم في حاجه يمكن ما حدش يعرفها كتير، تفاصيل نادي الزمالك ان انا عقدي ايه، هما اللي بيتكلموا يعني. هما فعلا كانوا اخوات ليا وكانوا صحيح. وطول عمرهم في الملعب. انا طبعا بالنسبه لي طبعا دي حاجه كبيره طبعا. حسن يسري قعدت لعبت معاه عمر كبير وكان من اكتر الناس اللي انا في الملعب انسجمت معاهم، هو وريشه. وطبعا وكان لعبنا مع بعض يعني مختلف صحيح. تماما، وكسبنا بطولات كتيره بسبب ان احنا يعني جنب بعض متفاهمين جدا وفاهمين لعبنا. روبي طبعا بالنسبه لي اصلا من قبل ما العب وهو اسطوره، كان يعني حاجه خيال الخيال يعني. بالنسبه لي روبي يعني من اعظم الحراس اللي جم في تاريخ مصر، طبعا هو كابتن حماده النقيب. فبالنسبه لي ان انا يبقى اخويا الكبير او صاحبي يعني حماده الروبي، فلا ده يعني شرف ما بعده شرف. فبالنسبه لي لا مختلفين، انا بحبهم يعني هم اخواتي فعلا يعني.